جري، بنرحب بيك في بوابة أخبار اليوم. أستاذ مصطفى، نحب نعرف رأيك إيه في هناك بعض الخطة الممنهجة لتشويه 6 أبريل، عايزين نعرف ردك عليها. هو الوضع حاليا في الوضع الحالي سواء إعلاميا أو أمنيا هو وجود حملة لتشويه الحركة الممنهجة وتشويه الثوار بشكل عام، بتكون 6 أبريل باب من أبواب التشويه لهذه الثورة وشبابها والجماهير اللي نزلت عشان أهداف معينة، سواء النظام السابق أو لبعض النظام السابق أو لبعض المتفقين لحملة التشويه الحالية. حملة التشويه هي مليئة بالأكاذيب والافتراءات، مفيش أي دلائل عليها، إما تهم بالتمويل، إما تهم بالخيانة، إما تهم بالعمالة. طب ردك ايه على موجودة يعني بتستمر من وقت مبارك للمجلس العسكري في عهد الاخوان لحد دلوقتي بدون اي دلائل عليها وبدون اي اوراق او مستندات بتثبت ده او حتى قرائن بتثبت ده؟ الحركة معروف ان هي حركة من الحركات الفقيرة ماديا، اللي ما بتحتويش على اموال، كل اللي بتقوم به في العمل هو عبارة عن تبرعات عينية سواء من منشورات او غيرها بتقوم به بحملاتها. الموارد الأغنى لدينا هي الموارد البشرية للأعضاء وعملهم ووجودهم على الأرض وإخلاصهم. الحملة دي مستهدفة الحركة بشكل واضح تحت التشويه بجبهتي أساسا أمريكا الديمقراطية اللي بتمثلنا أو جبهة ماهر، والهدف منها بشكل واضح هو الإرهاب شباب الحركة ومحاولة تشويههم، خصوصا مع علمهم إن لا رصاص السلطة بيرهبهم ولا مناصبها، مناصب السلطة بتغري شباب الحركة، فبالتالي مفيش قصادهم عشان يوقفوا صوت الحركة غير عملية التشويه الممنهجة. طيب انت شايف ان عملية التشويه دي دخلت في قضايا كتير قوي، هل مثلا وصل لمصطفى الحجري ان هو عنده تحقيق في النيابة بخصوص ان هما بيتمولوا من الخارج او اي حد من اعضاء الحملة او اعضاء الحركة ولا لا؟ كل الموجود زي ما قلت هو حملة اعلامية ممنهجة بتهدف في النهايه لمساعده او تحت ترتيب من بعض الجهات السياديه والامنيه عشان يقدروا يحققوا ايه مصلحتهم. ايه مصلحتهم ان هم يعملوا الحمله دي ضد 6 ابريل بالذات؟ لا، هو مصلحه ليهم مصلحه طبعا، يعني 6 ابريل بالنسبه لهم في نفس المجموعه معارضه زي ما قلت، لا بيرهبها رصاص السلطه او بتغريها مناصبها، فدايما ثابتين على كلمه حق. اي نظام هيبقى موجود او اي مجموعه حاكمه تبقى موجوده يبقى من الافضل ليها ان مجموعه زي 6 ابريل ما تكونش موجودة، هتبقى عين فعلا بتراقب بشكل واضح. طبعا في الحالات البناء بتكون بتمد ايديها ويد تبني وبتحاول ان هي تشتغل بشكل واضح في تقديم مشروعات وتقديم مشاريع سواء قوانين او مشروعات اقتصادية في الصحة، في مشروعات اجتماعية، في التعليم، في الدستور، في مسوداته، بنحاول نشتغل بس ده. لكن بخصوص الجزء القانوني لا، مفيش اي فعلا بلاغات ضد الحركة، لأن حتى الأشخاص اللي بيروجوا ده سواء زي مرتضى منصور، حمدي الفخراني، أي حد من أبواقم الأنظمة اللي بتبقى حاكمة مفيش أي حد عنده دلائل. والحركة كانت وقت المجلس العسكري قدمت بلاغات أمام النائب العام بتطالب بالتحقيق مع أعضائها لو في تهم تمويل، وبتطالب بالتحقيق مع الرويني على الاتهامات اللي قام بإعلانها للرأي العام بدون أي دلائل. الحركة قدمت 53 بلاغ ضد المجموعات اللي بتقوم او الاشخاص اللي بتقوم. ابرز الاشخاص اللي تقدمت فيها الحركة بلاغات؟ كان ابرز الاشخاص مرتضى منصور، حمدي الفخراني، مصطفى بكري، لان هم دول متصدرين شكل الهجوم بشكل واضح على اعضاء الحركة وتشويههم وتحريض المواطنين عليهم. طب ليه هما بيقولوا ان انتوا يعني بتتمولوا من الخارج؟ هل ده ما بيبقاش تحت ايديهم مستندات كحجم مصطفى بكري وحجم مرتضى منصور يعني كل الناس اللي بتتكلم على 6 ابريل ناس برضو ليها يعني مؤيدين في الشارع؟ قبل ما نتكلم على الاشخاص اللي بتقوم بده نتكلم في الاول على فكره التمويل. هي دي التهمه الموجوده من وقت مبارك وكلهم بيرددوها بنفس الشكل. اي تمويل كان هيتم كان اكيد هيبقى ليه ورق، ليه مستندات، كان على الاقل هيبان على الحركه وفعالياتها واعضائها، على الاقل الحركه يبقى ليها مقرر اسمها يكون موجود وتقدر تتحمل سواء تكاليف
امتلاكه او حتى تكاليف ايجاره، لكن الحركه حتى غير قادره على تحمل تكاليف ايجار مقر ما، هي التهمه الاسهل للترويج والتهمه الاسهل لنشرها وسط المواطنين والراي العام، تقدر توصلهم لاهدافهم ومغاراتهم في تشويه الحركه. اما بالنسبه لهؤلاء الاشخاص او انصارهم، هم معروفين هم مين، يعني معروف مين مرتضى منصور، معروف مين حمدي الفخراني. حمدي الفخراني لو شايف ان 6 ابريل فعلا تنظيم ممول، كان ليه بيشارك في وقفات الحركه في 2009، كان ليه بيشارك في 2010، كان ليه بيحضر المؤتمرات لكل المندسه، ولا هو دلوقتي حسب الاهواء كنت ليه بتشارك معانا. مرتضى منصور ده واحد بالنسبه لنا بيمثل نظام مبارك، هو نفس الشخص اللي بيروج الاشاعات ان ميدان التحرير كان فيه علاقات جنسيه، كان فيه مرتضى منصور هو كان احد الاشخاص المنتمين لنظام مبارك واللي كانوا بيدافعوا عنه، هو راجل كل الانظمه، مدح نظام مبارك، مدح نظام المجلس العسكري، مدح نظام الاخوان، هو شخص متدين بشكل واضح، كان من اللي بيروجوا تهم نفس شكلة التهم على الثوار في 25 يناير، واتهم ميدان التحرير بان كله شواذ، وان الموجودين فيه بيمارسوا علاقات جنسيه، وان الموجودين فيه هم ممولين، فده مش غريب عليه، ده واحد من ابواق نظام مبارك. فبالتالي دي الاتهامات او لست الاتهامات اللي هم محفظينها لهم، والكتالوج اللي بيأدوه نفس الشكل، هو احد المنتمين في موقعة الجمل اللي كان مشارك بشكل واضح في التحريض عليها وفي تحريض المواطنين وبالفيديوهات المنسق على الهجوم على ميدان التحرير. فبالتالي ده مش شخصيه حتى قابله للرد، يعني مرتضى منصور شخص لا يحظى باحترام اي مواطن، لا هو مستشار ولا هو كان، يعني على مدار التاريخ هو ما يستحقش من حركه شباب 6 ابريل ان هي تكون بترد على شخص زي مرتضى منصور. مصطفى، تفتكر حملة التشويه دي نجحت ولا لا؟ حملة التشويه نجحت ولا لا؟ ما اقدرش اقول هي ناجحة او غير ناجحة، لكن اقدر اقول ان هي مؤثرة فعلا. العيار اللي ما بيسيبش نوعا ما بيدوش، هي ليها نوع من الرواج في الشارع، لان كل وسائل الاعلام بتشارك في الحملة الموجودة، او في وسائل الاعلام بتكون واقفة معانا، بتكون واقفة جنبنا، في اعلاميين بيحاولوا يعرضوا وجهه نظرنا ووجهه النظر الثوريه، لكن حتى النوع ده من الاعلاميين عليه تدقيق واضح، عليه شكل من انواع، ليه ما بتحاولوش ان انتوا تردوا او تدخلوا في مداخلات لما حد مثلا بيتشكك او يقول مثلا حاجه في 6 ابريل مش مظبوطه او مش حقيقيه؟ ما لا، طلبنا في اكتر من مره مداخلات في نفس البرامج اللي بيكون فيها هجوم علينا، كان بيترفض لينا حق الرد بشكل واضح، ما كانش بيسمح بحق الرد، وده طبعا ضمن اطار الحمله، ما هو مش هيقدر، يعني لو احنا غلطانين ادينا حق الرد وساعتها. طب انت شايف، انت شايف ان الحمله دي اساسها ايه؟ الامن ولا الاعلام؟ لا، هو بالنسبه لنا اكيد اساسها الجزء الامني هو اللي بيحركها بشكل واضح، لكن الاعلام هو يعني في بيتم استخدامه ضمن الادوات او المراحل اللي بيتم استخدامها داخل الحمله. طب قول لي ايه الفرق ما بين ثوره 30 يونيو اللي حصل فيها وقبل كده، كان ايه اللي اتغير في اللي انتوا كنتوا بتعملوه؟ يعني ايه اللي اتغير من بعد 30 يونيو؟ هو بالنسبه لنا 30 يونيو كانت مرحله من المراحل اللي كنا مشاركين ليها واللي كنا داعين ليها وبنشارك في التحضير ليها، هي موجه ثوريه ضمن موجات ثوره 25 يناير، الثوره اللي كانت في مصر فعليا واللي كانت بتحمل الحراك الجماهيري بعد ثوره 52 اللي كان ليها تأييد شعبي، لكن 25 يناير كانت بتتم بشكل واضح تحت حراك جماهيري وحراك شعبي رافض لمبارك، رافض لسياسات الفساد، رافض الاستبداد اللي كان موجود. ومن بعده اللي حصل في اللي حصل مع المجلس العسكري كان موجه ثوريه، اللي حصل في حكم الاخوان كان موجه ثوريه واضحه، لان بشكل واضح كان في رفض الاستبداد اما باسم الدوله اما باسم الدين، استبداد بكل الاشكال بكل الطرق، هنكون واقفين قصاده وهنكون بنواجهه. 30 يونيو بالنسبه لنا هي موجه ثوريه كان لابد فيها من الاطاحه بحكم جماعه الاخوان المسلمين. اللي تغير بعدها لسه مرحله خريطه الطريق في مراحل العمل، لسه في دستور بيتم اعداده، في انتخابات بيتم التجهيز ليها. انت كحركه مع خريطه الطريق ولا ضد؟ لا، الحركه كانت من المشاركين في خريطه الطريق، كنا بنطالب بعزل محمد مرسي، كنا بنطالب رئيس المحكمه الدستوريه رئيسا للجمهوريه، كان مطالباتنا واضحه ضد اجراء الانتخابات البرلمانيه والانتخابات الرئاسيه بناء
على الدستور، كنا نعمل انه يكون جديد، لكن لو هيتم تعديله بحيث تتلافى جميع عيوب مواد الدستور الاخواني، ده كان بشكل واضح عندنا احد مطالبنا. فبالتالي خريطه الطريق كنا مشاركين فيها والموافقين عليها، لكن ما يجرى داخل المرحله العمليه الانتقاليه ده شيء، وخريطه الطريق ده شيء تاني. طب انت شايف ان انت مع تنفيذ كل خطوه من خطوات اللي ذكرها الفريق اول عبد الفتاح السيسي، ان هو ولى المحكمه رئيس المحكمه الدستوريه، وان هو بعيد عن مقاليد الحكم، فلماذا تاخذون من الامن انهم يريد معوقه الحركه ونشاطها في الشارع؟ بالنسبه لنا اللي حصل بتعيين رئيس المحكمه الدستوريه مستشار عادل منصور رئيس البلاد، ده كان خطوه بطالب بيها كل القوى السياسيه، ده اللي كان بناء عليها توقيع استمرار التمرد، الحمله اللي كنا كلنا مشاركين فيها وبنحاول ان احنا نجمع التوقعات بشكل واضح. الحركه جمعت اكثر من 3 مليون توقيع وقدمتهم لحمله تمرد، ده كان جزء بشكل واضح يعني مطلب شعبي. اما لو كان شاركت في جمع توقعات لتمرد، ده كان موجود بشكل واضح، كان اعضاء من الحركة موجودين في اللجنة المركزية لحركة التمرد من بدايتها، كانوا في الوقت اللي تم إنشائها، كمان في كان العمل الجماهيري تحت إدارة الحركة في وقت من الأوقات داخل حملة التمرد بسبب انتشار مجموعات الحركة، كانت المحافظات لينا مسؤولين داخل حملة التمرد، مشاركة واضحة من الحركة في حملة التمرد. فبالتالي اللي حصل في 30 يونيو كان شيء متفق عليه ما بين القوى السياسيه. خصوص التدقيق الامني ده حاجه جزء يخص وزاره الداخليه او الجهات السياديه بشكل اكتر، كان ضمن الاسباب اللي دعتنا للنزول 30 يونيو. هو ما حدث في عهد محمد مرسي بدعاء الاخوان المسلمين من قبل وزاره الداخليه، اللي ما اتغيرتش عن عهدها في وقت مبارك او في وقت المجلس العسكري، لانه ما تمش محاسبه اي من اعضائها على اي من الجرائم اللي ارتكبوها، او اي من الضباط او من القيادات في اي جريمه من جرائم قتل المستظاهرين او تعذيبهم او ولكن استبدال. وزير الداخليه وزير القوة وزير الداخليه نفسه كان في عهد محمد مرسي ليه وقائع عديده من الحركه، قام باعتقال شباب الحركه باسلوب زوار الفجر، واستخدم جهاز امن الدوله في تعقب مين يا مصطفى؟ مين كان روح خدوه من بيته زوار الفجر؟ مين بالنسبه لنا مثلا كانت قضيه معتقلين الحركة، كان في مامو تم اعتقاله من بيته بطريقة زوار الفجر فجرا، تم تكسير باب البيوت دخول المنطقة. كانت تهمته ايه مامو؟ كانت تهمته نفس الانتماء الى البلاك بلوك او العمل اللي هي الحملة اللي نزلت على البلاك بلوك، هي الحملة اللي كانت بتتهم مجموعة من الشباب المسؤولين زي مامو ويوسف جو وعربي ان هم مجموعة من المنتمين الى تنظيم البلاك بلوك، ان هم قاموا بعمليات ارهابيه ضد وزاره الداخليه ومجموعه التهم اللي تم اتهامهم بها. لكن فهي محمد ابراهيم من وقت عهد مرسي كان في مطلب واضح للحركه باقاله محمد ابراهيم، بل محاسبته على مجموعه من الجرائم الانبياء. محمد ابراهيم تكررت دعوتنا فيما تلا ذلك عن تعيين الحكومه، رفضنا بشكل واضح تعيين محمد ابراهيم وزيرا للداخليه، لان كان من اسباب نزولنا 30 يونيو هو محمد ابراهيم نفسه كوزير للداخليه، وده بيمثل لنا بشكل واضح جزء دموي داخل وزاره الداخليه من استخدام العنف يميل الى التضييق على النشطاء بشكل واضح. من هنا كان تطبيقنا باقاله محمد ابراهيم، فده في حد ذاته وضعنا في حاله مواجهه مع الداخليه، غير ان السلطات الامنيه اسلوب عملها ما اتغيرش، لسه الداخليه زي ما هي، لسه كانت لحد اول امبارح بتمارس بلطجتها المعهوده، وبتقوم بدرب مجموعه من الطلاب امام وزاره التعليم العالي واقفين امام وزارتهم ليهم، وطالب مشروع كانت بتضربهم بالخرطوش، فوزاره الداخليه لا تعاملها ده اللي حصل. طب تدخل وزير التعليم العالي في الموضوع اللي هو اطلاق الرصاص على الرصاص والخرطوش على المتظاهرين في الجامعه؟ وزير التعليم العالي حسام عيسى في حد ذاته بيحمل انتكاسه واضحه لينا، وكان بيمثل لنا خير مع العلم ان هو كان احد ثوار الميدان. حسام عيسى كان من الاساتذه الجامعه اللي كانوا بيساعدونا في وقت ما في مرحله من مراحل العمل الطلابي، وكان بيوقف جنب الطلاب وحركتهم الطلابيه، دلوقتي هو اول واحد بيمارس
القيود دي بعد ما بقى في السلطه بقى بيشتغل بشكل واضح. ازاي الطلاب بيطالب بالظبطيه القضائيه، بيركب كاميرات داخل الجامعات، بيطالب بعوده الحرس الجماعي اللي كان هو نفسه احد المطالبين بطرده من الجامعه، بيطالب بعرضه الحرس يعني الجماعي. عندما كان سائر في الميدان يختلف عن نائب لرئيس الوزراء ووزير وزير التعليم العالي حسام عيسى، مش هو حسام عيسى اللي كان معانا، تم هل تم اتصال بيه بعد ما اصبح نائب لرئيس الوزراء او وزير التعليم العالي؟ في طبعا تواصل مع حسام عيسى، كان لفتره ما وكان ضد قرار الظبطيه القضائيه، وكانت مجموعات طلابيه منهم طلاب الحركه بيكونوا في القاهره معايا لرفض الظبطيه، وكان مصر على شكل الظبطيه القضائيه. اللي حصل امبارح في حد ذاته امام وزاره التعليم او اول امبارح امام وزاره التعليم العالي ده انتهاك واضح ومن القوات. الامن كانت بتستخدم الشكل الفج ده من القوه مع الطلاب اللي واقفين قصاد وزارتهم. لما يحصل دفع عهد حسام عيسى ويتم اعتقال الطلاب، سبب وقوف الطلاب عند وزاره التعليم العالي هو كان مطلب طلابي، هو طلاب المعاهد الفنيه والجامعات الخاصه بيطالبوا ببعض المطالب الخاصه بيهم فيما يخص التنسيق الخاص اللي هم الطلبه المستجدين ولا الطلبه اللي التحقوا بالمعاهد؟ مش كان شامل المجموعه، يعني مجموعات كبيره من الطلاب كانت واقفه كبيره فيها مئات من الطلاب امام الوزاره، بتشمل سواء طلاب مستجدين او طلاب فعلا قضوا فتره الخمس سنين داخل الثانويه العامه او خمس سنين زي داخل معاهد فنيه زي هندسه الطيران وزي معاهد الهندسه ومعاهد الفنون التطبيقيه. كانت وقفتهم يعني طلاب اكاديميين مجاميعهم بشكل واضح مجاميع عاليه، تم ضربهم بشكل واضح من مدرعات وزاره الداخليه وطلقات الخرطوش، وتم اصابه عدد منهم، وتم اعتقال 15 طالب بشكل واضح امام. هل تم الاتصال بيه على الفور ولا هو اللي امر الضباط ان هم يعملوا كده في الطلاب؟ هنا مرحله التواصل، يعني هنا مرحله التواصل. لو كان النزول ضد الاخوان وضد مرسي بسبب الجندي وكريستي الله يرحمهم وجيكا اللي ماتوا، فعنده فرما وزير داخليه امام وزارته يتم ضرب الطلاب بالخرطوش ويتم اعتقاله عدد منهم رغم عدم وجود اي قطر للطريق، لان الطريق مقفول اصلا او ما فيش طريق في المنطقه دي، ويتم الاعتداء عليهم بالشكل ده ووجود بنات معاهم، وامام وزاره تخص الطلاب انفسهم هو كان رافض مقابلته، تالي ده نكسه في حد ذاتها، وهو يتمتع بقدر من السوريه كان يقدم استقالته بشكل واضح بدون عن قدر من السوريه، لو هو بيحترم وظيفته بيحترم طلاب الجامعه اللي هو المفروض يكون مسؤول عنهم واب ليهم، كان اما يحول اللي حصل من وزاره الداخليه من القوه اللي قامت بقى يحوله للتحقيق او يطالب بالتحقيق معاهم، ويكون في بيان واضح منه شديد اللهجه لوزير الداخليه. لكن في الاول وفي الاخر هي يعني حسام عيسى كان بالنسبه لنا صدمه واضحه على مستوى الحكومه والعمل الطلابي. الجانب الثاني محمد ابراهيم وقواته ما فيش اي جديد منها، ما فيش اي مفاجاه، هي الداخليه بتمارس بلطجتها بكل الاشكال وبكل الطرق، ما قدمتش اي جديد ولا اختلفت بعد 25 يناير او بعد 30 يونيو، لسه بتمارس معاها في حمايه السلطه دايما، في حمايه سياده من يرأسهم، ما عندهاش اي انحياز للشعب او لمطالبه او حتى لتوجهاته، زي ما يكونوا فصيل مختلف او مجموعه مختلفه دورها هي ولكن ولكن هناك بعض الاشخاص والناس العاديين والمواطنين موافقين جدا على اللي بيحصل. يعني احنا لو جينا عملنا استطلاع راي او عملنا خدنا راي المواطنين هيرفضوا المظاهرات وهيرفضوا اي وقفه احتجاجيه في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. طيب لو في مواطن من حقه انه يرفض مظاهره اجتماعيه، احنا لما بنتكلم مظاهره احتجاجيه يبقى احنا بنتكلم عن الوجه الاخر، ان من حق المواطن ان هو يقوم بمظاهره احتجاجيه، من حقه انه يكون في الشارع. فمش معنى ان انا رافض مظاهره احتجاجيه لمجموعه ما ان انا يبقى عندي في نفس الوقت السلطه او قرار باني افضهم او اضربهم بخرطوش او بغاز او باي كان. كل واحد كل مواطن بيحق من حقه يعبر عن رايه طالما بطريقه سلميه. لو هو حتى لو المواطن الرافض للمظاهرات دي نزل في وقفه ضد الوقفه الموجوده، هو من حقه، هو شايف ان هو من حقه يعبر عن رايه طالما بشكل سلمي. الطلاب قدموا بشكل سلمي طول عمر العمل والحراك الطلابي بيتم بشكل سلمي، فبالتالي حق اي مواطن يقوم باي فعاليه احتجاجيه او حتى غير احتجاجيه طالما بيعبر عن رايه، طالما فعاليه تعبير عن رايه. اما الجزء الخاص بموافقه كمان المواطنين على
انتهاكات وزارة الداخلية، متهيأليش مواطن نزل في 25 يناير ضد الانتهاكات والقمع اللي كان موجود ونزل في 30 يونيو ضد نفس الانتهاكات اللي حصل، وعلى مدار الأحداث سواء محمد محمود، مجلس الوزراء، العباسية، كل الأحداث اللي كانت فيها انتهاكات هيجي في الآخر يوافق على انتهاك من وزارة الداخلية. ده يعني في هنا تناقض واضح، وفي هنا شكل واضح جدا للاختلاف. ازاي انت نازل في البدايه معترض على حاجه ودلوقتي بتسمح بيها؟ ولكن هناك اختفاء واضح على ارض الشارع او في الشارع المواطن العادي، مش ملاحظ ان 6 ابريل بقت موجوده. يعني الفعاليات بتاعتكم قلت جدا، ده يرجع لايه؟ طيب، هو الموضوع بيعتمد على شقين. الشق الاولاني، الفتره السابقه كانت فتره هدوء في الفعاليات بعد 30 يونيو، كان في هدوء واضح في الفعاليات، لكن الحركه اعلنت عن طرحها لثلاث حملات بالاضافه الى حملتين هي في الفعل بتقوم بيهم. هي حمله كوادرون هدف الجمع التوقعات حول المعونه الامريكيه ورفضها، ورفض التدخل الاجنبي او الابتزاز الاجنبي في القرار المصري وداخل السياده المصريه، وطالب بالاستقلال الوطني. في حمله دستور يا سيادنا، ودي هدف توعيه المواطنين بالدستور وحقوقهم وواجباتهم فيه كمواطنين، وجمع مقترحات المواطنين، والحمله فعلا في مرحلها النهائيه. كمان اعلنا طرح ثلاث حملات، حمله الفقراء اولا، حمله فواتير، وحمله دوله شبه. حمله الفقراء اولا هي بتهدف بالاهتمام بشكل واضح بمطلب العداله الاجتماعيه، بتهدف للاهتمام والرجوع للشارع تاني وتوعيه الفقراء بحقوقهم وفعلا اللي احنا محتاجينه للفقراء في الدستور، واللي محتاجينه ليهم من الحكومه ومن جهات الدوله، سواء تعليم يكون جيد، رعايه صحيه شامله، تامين صحي شامل، مساكن للاسر الفقيره والاسر المتوسطه، ضرائب تصاعديه، امن يكون بيحميهم مش بيضغط عليهم، حد ادنى وحد اقصى للاجور. مطالب الثوره، مطالب الاجتماعيه بشكل واضح. حمله فواتير هي هدفها تحقيق العداله الانتقاليه ومحاسبه فعلا كل المهاجرين، سواء كان اخوان، سواء كان نظام مبارك، اللي ما بيتمش محاسبتهم واللي بيخضعوا للبراءات في ظل القانون الحالي. بنطالب بشكل واضح بقانون العداله الانتقاليه، هي بتحوي الحمله منشورات واستيراد بتوضح جرائم نظام مبارك وفساده، وبتوضح جرائم نظام الاخوان. فعاليات الحمله بدات، كل الفعاليات دي متشغله بالتوازي، موجوده على الارض. حمله دوله شهر بهدف تمكين الشباب، وهي مشروع اكتر منه حمله، كل ده في نفس الوقت شغال. لكن الشق الثاني اللي ما بيظهرش، لا ده موجود في الشارع وبنحاول نشتغل عليه باقصى طاقة ممكنة، وإن شاء الله خلال الفترة الجاية هيزدهر أكتر العمل الخاص بيها. لكن على الوجه التاني، ليه الفعاليات دي ما بتظهرش؟ إن عندنا تعتيم إعلامي بشكل واضح على الفعاليات الموجودة. التغطية الإعلامية ما بقتش قوية على فعاليات وحملات الحركة بالشكل السابق، ما بقيناش بنلاحظ نفس السابق اللي هو قبل ثورة 30 ولا بعد ثورة؟ يعني كان بعد 25 يناير مش بمرحلة محددة، كان عندنا شكل واضح لتغطية فعاليات الحركة. حاليا من قبل موجة 30 يونيو ضد حكم الإخوان، لا كان برضو في نوع من التقليل في الجزء الخاص بتغطية فعاليات الحركة. حاليا جزء التضييق واضح جدا، والتضييق تحول إلى تشويه بشكل ممنهج ضد الحركة وأعضائها. مصطفى، ايه اللي انت تحب تقوله واللي انت يعني شايف ان هو ممكن يحصل في الدستور الجديد ببساطة كشاب يعني لا تنتمي حركة 6 ابريل؟ هو انا مطالب هي نفس مطالب 6 ابريل للجبهة الديمقراطية، يعني حتى كل عضو جوه الحركة مطالبه وانتماءاته هي نفس مطالب وانتماءات الحركة، واحنا مطالبنا واضحة بشكل بسيط جدا. احنا مطالب بدستور بيكون بيعبر فعلا عن المواطنين وبيحقق لهم حقوقهم وبيوضح لهم الواجبات اللي عليهم بشكل حق المواطنة بشكل كامل. احنا طالبين يكون في اهتمام بالفقراء اللي قامت الثورة عشان ما يكونش في متاجر بيهم، طالبين رعاية صحية تكون واضحة، تكون داخل ميزانية أو داخل موازنة الدولة بشكل مش كلمة كافي زي ما موجود، لا تكون بالنسبة لا تقل عن 15% أو حسب المواثيق والاتفاقيات الدولية حول نسبة الصحة والرعاية الصحية، يكون في تأمين صحي شامل، طالبين يكون في تعليم جيد ونسبة كافية داخل موازنة تكفل ده، طالبين يكون في إلغاء المحاكمات العسكرية، طالبين إن يكون في داخل مواد بتنص على ان الدوله تكفل مشاريع الاسكان للاسر المتوسطه والاسر الفقيره، طالبين ان نظام الانتخابات يكون فعلا يقدر يحقق تعدديه تكون موجوده
وتكون كل المصريين بيشاركوا في إدارة العمل العام داخل مصر مش العمل السياسي فقط عن طريق القوائم، إن يكون النظام الانتخابي هو ممزوج بين القوائم والنظام الفردي وإن ما يكونش فردي بس. عندنا مجموعة من المطالب بتهدف في البداية وفي النهاية إلى توفير فعلاً الحفاظ على الحريات للمواطنين، توفير العدالة الاجتماعية ليهم داخل جنود الصحة والتعليم والإسكان والضرائب وكل هذه والدخل، كل ده داخل الدستور. طالبين ان يكون الكرامه الانسانيه محفوظه فيما يخص الحريات فيما يخص في كل ده كان موجود في دستور 2012 وخد اغلبيه من الشعب المصري. ده ما كانش موجود في دستور 2012، يعني دستور 2012 كان فيه محاكمات عسكريه للمدنيين، كان موجود في فيما يخص الصحه، ما كانش موجود توضيح لده، كان مكتوب الرعايه الصحيه والغير القادرين رغم ان المفروض تكون مقفوله الجميع. لا انا بكلمك ان انا بكلمك ان هو خد نسبه عاليه من الاستفتاء، ان الشعب المصري وافق عليه بنسبه عاليه. تمام. فده في ظل حاله الترويج اللي كانت ليه، في ظل حاله المتاجره ما بين نعم ولا، غير ان احنا زي ما قلت مرسي جه بشرعيه الانتخابات، وفعلا مرسي جه رئيس بناء على الانتخابات، لكن في البدايه وفي النهايه الشرعيه هي شرعيه المواطنين ان هم راحوا انتخابوك. المواطنين بعد سنه رفضوا حكمك، نزلوا شالوك، فبالتالي هو الموضوع بيعتمد على شرعيه المواطنين في الوقت بالظبط الحالي. فلو شرعيه المواطنين شايفه ان دستور الاخوان كان بيحتوي على كل ده ما كانوش نزلوا بالملايين، مالوا الشوارع ما كانش الرفض الموجود الحالي للاخوان ودستورهم موجود. فاحنا بالنسبه لنا الوضع بيعتمد على شرعيه الجماهير وشرعيه المواطنين اللي بيطلبوه في الدستور واللي حاسين بيه بعد ما فهموا اللي حصل في عهد الاخوان. تهيألي الدستور الجديد لو تم تحقيق المطالب دي بداخله هيرضي جميع المواطنين، هيخلق نوع من الاستقرار. لو اخل بده وفضل لا موجود عداله اجتماعيه ولا موجود حريات ولا موجود حمايه للمواطنين وتوفير لحقوقهم، هنوصل لنفس المرحله بان هيبقى الدستور زي دستور الاخوان الناس هتثور عليه فيما بعد وتنزل ضده. طب انت شايف ان الدستور القامات اللي موجودة فيها او الاشخاص اللي تم اختيارهم مؤهلين انه يعملوا دستور يليق باسم مصر؟ الموجود داخل لجنة العشرة كفاءات كله، يعني اما الموجود داخل لجنة الخمسين فهو عبارة عن تنوع لكل الجهات او لكل الاطياف السياسية الموجودة والاطياف المجتمعية، فبالتالي مش هيبقى فيه رضا كامل عن اللجنه، لكن الموجودين بشكل ما يقدروا فعلا يصيغوا تعديلات دستوريه تكون محترمه لدستور محترم. ما نقدرش ندي نتيجه مسبقه لده برضو رغم تحفظاتنا على بعض الاشخاص، لكن اللي يهمنا في النهايه وتقييمنا بيكون بناء على المنتوج اللي هيخرج من لجنه الخمسين والتعديلات اللي احنا بنطالب بيها سواء على دستور الاخوان او على التعديلات اللي احنا طلبناها على مسودة لجنة العشرة. تقييمنا هو للمنتوج في النهاية، معاييرنا في التقييم مش هتكون بناء على الأشخاص بقدر ما بناء على المنتج اللي هنشوفه، بناء على الدستور اللي هيكون موجود قصادنا، من هنا هيكون تقييمنا ومن هنا هيكون. لكن مفيش اعتراض، لكن مفيش اعتراض برضه، يعني مفيش اعتراض إلى حد ما. لا، في عندنا تحفظات على بعض الأشخاص داخل لجنة، عندنا تحفظ على عمرو موسى بشكل ليه؟ عندنا تحفظ على ان عمرو موسى يكون رئيس. ما هو جه برضه عن طريق ناس انتخابته. ده التحفظ الموجود ومن حقنا تحفظنا ومن حق الناس انتخابته، لكن احنا لدينا تحفظنا على ده زي ما مرسي الناس انتخابته كان عندنا تحفظ وطالبنا بمقاطعه الانتخابات، قلنا لا نختارش فيه ولا مع العلم انهم بيقولوا ان 6 ابريل وقفوا يعني سواء الجبهه الديمقراطيه او جبهه احمد منال ان هم ساندوا محمد مرسي في الانتخابات، هم دول عصير الجبهه. يعني انا ما اقدرش اقول ان اللي انتخب مرسي ده خاين، في ناس من الشهداء اللي سقطوا كانوا من المنتخبين للاخوان، لكن جبهه 6 ابريل الجبهه الديمقراطيه فيما يعنيها عمرها منتخب الاخوان، عمرها ما طلبت بانتخابهم سواء في مجلس الشعب او في انتخابات الرئاسة. جبهة ماهر هي اللي أيدت محمد مرسي داخل انتخابات الجولة الثانية من الإعادة، احنا كان قررنا بالمقاطعة، وفعاليات الحركة على الأرض خلال حكم مرسي دي كانت واضحة وفعاليات موجودة بشكل واضح، فبالتالي كل اللي سبق ده أو كل ما قيل عن 6 أبريل هي حركة دائما الاخوان. طب ليه كان بيتم اعتقال اعضاء 6 ابريل؟ ليه كان بيتم التضييق عليهم؟ ليه كان بيتم تشويههم
على المنابر الإعلامية الإخوانية نفسها، ده كان كمان بيمارس على الجبهتين. هي فكرة 6 إبريل في العموم هي بتواجه قدر كبير من الهجوم، إن فكرة 6 إبريل بتعتمد على مواجهة أي نظام فاسد، أي نظام مستبد، هي ضد الاستبداد بأي أشكال، وضد إغراءات السلطة، ضد الخوف أو الرهبة من المستصحى. فبالتالي ده بيكون مصدر إزعاج لأي سلطة بتكون منه. امتدادا لحملة التشويه برضو يا مصطفى، كان في بعض الأعضاء في جبهة 6 إبريل أو في حركة 6 إبريل تم تقديم استقالات من الحركة، إيه السبب ده؟ الكلام ده تم في جبهة أحمد ماهر، بالنسبة لنا ده جزء خاص بيهم، إحنا ما نقدرش نعلق عليه لأن إحنا ما عندناش أي معلومات، ده جزء يتم سؤالهم فيه هم اللي يقدروا يعبروا. لكن ما يخص الجبهة الديمقراطية لم يقدم أحد لأعضائها أي حتى الآن مفيش أي استقالات داخل الجبهة الديمقراطية، غير الاستقالات ده مش يعني حتى لو تم استقالات بشكل ما داخل الجبهة الديمقراطية، ده اختلافات بتكون تنظيمية، يعني مش نوع من أنواع يعني أي كيان بيكون فيه استقالات. هل هناك اختلاف ما بينكم وما بين جبهة أحمد ماهر؟ مفيش اختلاف في العمل على الأرض، مفيش اختلاف في الأفكار والأهداف، يعني عندما يكون في فعاليات بيتم، لكن اللي حصل الاختلاف الوحيد الظاهر هو الاختلاف اللي ظهر وقت انتخابات الجولة الثانية في الإعادة، قرارنا بالمقاطعة وقرار جبهة أحمد ماهر بدعم محمد مرسي أو تصويت لي أمام أحمد شفيق. لكن على الوجه الثاني عندنا برضه اختلافات مع أحمد ماهر، اختلافات إدارية وتنظيمية بين أعضاء الجبهة الديمقراطية وبينه، لكن مفيش أي تخوين من جهتنا تجاه الثوار، مفيش أي تعليق أو نوع من أنواع العداء ما بين الجبهتين، لا في الفعاليات المشتركة بنكون موجودين. يعني فعلا بيتم عمل فعاليات مشتركة ما بينكم؟ كل القوى السياسية الثورية بيتم المشاركة معاها، بيتم المشاركة مع المنار، بيتم المشاركة مع الناشطين الثوريين، بيتم المشاركة مع الدستور، مع التيار الشعبي، كل القوى كنا بنشارك بشكل واضح في كل الفعاليات، فما فيش أي نوع. ده قبل 30 يونيو ولا بعد 30 يونيو؟ من قبل 30 يونيو ومن بعد 30 يونيو ومن بعد 25 يناير. حالة العداء اللي بيروج لها دي حاجة فعلا مش موجودة، إن إحنا في البداية وفي النهاية كلنا كيانات هي أداة للوصول إلى غاية وهي تغيير مصر أو الوصول إلى دولة ديمقراطية مدنية حديثة، فلو كل اللي بينزلوا بيتوافقوا على ده وبيتوافقوا على أهداف الثورة بنكون مشتركين معاهم في العمل، سواء كان 6 أبريل جبهة ماهر، سواء كان الاشتراكيين الثوريين، سواء كان الدستور، سواء كان التيار، سواء كان شباب من أجل العدالة، يعني بشكل واضح كل الحركات بنكون مشاركين معاها. هناك بعض الحركات الثورية سوف تطلق حملة اسمها دستور جديد، هل 6 ابريل سوف تدعم هذه الحمله ان هم يدخلوا في الحمله دي او يساندوها ولا؟ لحد دلوقتي ما عندناش اي علم عن الحمله دي او تفاصيلها، لكن في العادي احنا شغالين على حمله دستور يا سيادنا الخاصه بالحركه، وهي هدف جمع توقعات، جمع اراء المواطنين او عباره عن استطلاع راي داخل الدستور، وبيتم تجميعها ويتم فعليا تقديمها الى لجنه 50، يتم عرض المؤتمر ما بين اعضاء الشباب داخل لجنه 50 وحركه 6 ابريل، يتم فيه تقديم المقترحات اللي يتم تجميعها، هيتم عرض مؤتمرات جماهيريه في عدد من المحافظات وعدد من مناطق القاهره بحضور اعضاء من لجنه 50، هتكون بتدعم مطالب الشباب داخل لجنه 50، وفي تواصل واضح او تواصل قوي ما بيننا وما بين الشباب الموجودين داخل لجنه 50 لصياغه الدستور. كلمة مصطفى الحجري يحب يقولها للمواطنين أو للشعب المصري بصفة عامة؟ أهم جزء بالنسبة لنا بنحب نأكد عليه، إن كل ما بيتم ترويج عن هو مجموعة من الإشاعات، مجموعة من الافتراءات، مش دي الشغل الشاغل لينا، إحنا اللي يهمنا إن المواطن قبل ما يفكر في 6 أبريل أو في غيرها يفكر في مطالبه، يفكر في انحيازاته الشخصية، يفكر هو عايز ايه وبيطالب بايه، لو هو اللي بيطالب بيه نفس اللي احنا بنطالب بيه، بنطالب انه يشاركنا، بنطالب انه يحصل تغيير في مصر، بنطالب ان يكون فيه اهتمام بالفقراء، بنطالب ان يكون فيه عداله اجتماعيه وتوفير للحريات، رفع الظلم، الوقوف ضد الاستبداد، هيقال ان دي كل مطالب الشعب المصري. 6 ابريل حركه من المواطنين، مجموعه من المواطنين والشباب المصريين بيحاولوا يقدموا تجربه في العمل السياسي والتغيير ديمقراطي، بنتمنى ان كل المواطنين تشاركنا فيها، تنضم لينا، تساعدنا، يكون في تعاون بشكل واضح للوصول لده سواء ب 6 ابريل او غيرها، المهم الوصول لاهداف ومطالب الثوره وتغيير البلد للافضل فعلا.
مصطفى الحجري المتحدث الإعلامي والرسمي باسم حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا.